السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. تكلمنا في الفيديو السابقة حول إمكانية وجود إله، وهل يجب أن نخاف نحن كلادينيين في حالة وجود إله؟ وأعطينا عدة إجابات حول المسألة، وقلنا من المفروض لو الإله بالفعل موجود كما تدعي الأديان وأنه عادل وعالم فلا داعي من الخوف. لماذا؟ لأن من المنطق أن هذا الإله العادل والعالم والعارف بطبيعة الإنسان يفضل 1000 مرة إنسان صادق مع نفسه وإن كان لا يؤمن به على إنسان يؤمن به وهو منافق وهو خايف. هذا الموضوع متاعنا اليوم هو الخوف والنفاق. لاحظوا في صفات المتدينين بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصة كثرة النفاق، واحنا نعرفوا اللي هذا النفاق ما هو جاي من فراغ. النفاق السبب متاعه واضح، اولا الاحاديث اللي موجودة في الاسلام وتصرفات المسلمين الاوائل والنصايح اللي قدمها محمد للمسلمين، كما مثلا ان عصيتم فاستتروا، او مثلا ان وجدت اخوك يزني فاستره بردائك، وغيرها من النصايح اللي قدموها علماء الجهل والتخلف ويطالبون الناس باش يستروا. هذاك علاش انا شخصيا كل مسلم يردد كلمة ربي يستر نخاف منه. علاش؟ على خاطر نعرف اللي هو عامل اعمايل قد راسه. خاطر كي نغزروا معناتها من قريب، هل المتدين او المسلم هل يخاف بالفعل من الله؟ هذا السؤال انا ديما نسأل ونقول علاش هذوما المؤمنين المتدينين اللي يتبعوا دين علاش يسمحوا لانفسهم باش يعملوا جرائم في حق انفسهم وفي حق اشخاص اخرين في بعض الاحيان، ولكن كل شيء يعملوه بالتخبية. حتى صلاته ساعات يعمل روحه يصلي وهو ميصليش، ساعات يعمل روحه صايم وهو ميصومش، ساعات يتعدى على واحد اخر ويمارس كل الاساليب لكي اخفاء جريمته. شنو في الحقيقة شنو المشكلة؟ علاش كل هذا الخوف؟ هل هو خوف من إله؟ لا. علاش مش خوف من إله؟ هو يخاف من المجتمع، هو يخاف من عائلته، هو يخاف من العباد اللي دايرين بيه. على خاطر كان جاب الفعل هو مؤمن بإله ويخاف من إله، راهو ميقومش بهذه الأعمال، راهو ميقومش بهذه الأعمال. ولا خاطر زاد الدين لو نلاحظوا الإسلامي أو المسيحي فيه الغفران. وتنجيو نقراو الآية القرآنية اللي تقول إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به، هوني نفهموا إن الإسلام يسمح لك باش تعمل كل شيء، حتى القتل، حتى القتل يسمح لك باش تعمله، المهم إنك تتوب. فهو تيقول لك ما تقتلش مش يقول لك راهو كان تقتل ما عادش نسامحك بالكل، لا، يقول لك اقتل ونسامحك ان طلبت السماح طريقة غير مباشرة. هذاك علاش المسلم اهم حاجة واهم نقطة بالنسبة لي هو انه ينتمي للغمة، للأمة بين قوسين.
بعد لا ينتمي للأمة ويقول أنا مسلم، فهمت؟ يسمح الروح بكل شيء. حتى فما حديث يقول لك، حديث قدسي يقول لك: ما زال عبدي يعصي وأنا أغفر له، ما زال عبدي يعصي وأنا أغفر له. يعني شوفوا، يعني يعني الفكر اللي يقول لك راهو الإسلام جاب شي هذب الناس، لا، هذه كذبة كبيرة عايشينها وما نعرفوهاش. هذاك علاش ياسر ما مش مجبورين باش يخرجوا من الإسلام، فما حتى داعي. كان هو مجرم، كان هو سارق، كان هو كذاب، كان هو زاني، أو يعني يختصب ولا يتعدى ولا يتحيل عن نساء، فهمت؟ مش مجبور باش يخرج من الإسلام، لأن الإسلام يسمح له بهذاك الشيء كله. من بعد يكفي يقول له: يا ربي اغفر لي، يغفر له. هذوك ما العباد اللي يظلمهم الكل مش مشكل، فهمت؟ نعرف اللي في الإسلام يقول لك الحق، يعني الحق، فما حق بينك وبين إلهك وحق بينك وبين عبادك. لكن ما تنساش إن إيمانك وتوبتك مثلا وقت تمشي للحج يغفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك. شو معناها هذا؟ ها؟ شو معناها؟ يعني تقول لك رجعت كما ولدتك أمك. حتى في المسيحية فما هذا الشيء، تمشي تعترف للقس وتقول له: راني عملت عملت عملت، يعطيك سك الغفران. إذا فين هنا الإسلام والأديان تنمو بالإنسان؟ لا، الحقيقة وباش نكونوا واضحين ومباشرين، الأديان تعلمك النفاق والخوف من المجتمع. هذاك علاش الواحد يعمل المستحيل باش ما يفتنوش بيه، على خاطر كان فتنوا بيه بالنسبة لي حياته تدمرت. بينما يسمح الروح باش يعمل اللي يحب هو في الخفاء بدون ما يشوفوا حد، من بعد يجي يقول: راهو ربي يغفر لي. إذن هوني اللادينيين والملحدين واللاأدريين تجاوزوا حاجز الخوف، ولهذا تجاوزوا النفاق، عنده ما عادش فما خوف. علاش ينافق؟ كي انت عطيت حرية لروحك، عطيت حرية لروحك باش تعبر على أفكارك وباش تعبر على معتقداتك وباش تجرب، تكون جربت الحاجة واكتشفت اللي هي مش باية وقفت عليها، ما عادش فما ممنوع، ما عادش فما ممنوع. ذكرني هذه قصة متاع أحد الأشخاص، فهمت؟ كان أعمى وكان كل نهار سبت يخون مرته، يمشي مكان ويخون مرته. يا أخي مرته عرفت اللي هو يخون فيها، مشيت للمكان هذا وطلبت من الشخص المشرف على المكان، قال له: وقت يجي فلان الفلاني ويطلب لك امرأة باش يرقد معاها قدمني أنا. وبالفعل ولا هذاك الشخص كل نهار خميس ولا نهار سبت ولا نهار اللي باش يمشي يخون يقول للمرأة المسؤولة على المكان: جيب لي المرأة اللي جبتها لي الجمعة اللي فاتت. ديما يعمل هكاك، حتى نهار من النهارات قتلوا: تعرفني أنا شكون؟ قالها: شكونك؟ قالت له: أنا مرتك. يا أخي إيش قال لها؟ قالها: ما أحلاك في الحرام، ما أحلاك في الحرام. ونعرف وإحنا المثل اللي يقول: كل ما هو ممنوع مرغوب. بينما أنت كي تعطي الحرية العباد تولي تعرف، تتعلم وتولي تحسن من روحها وتتطور. إذن عمره ما كان المنع والترهيب أو الترغيب هو حل باش نخلق مجتمع واعي ومجتمع متطور. شوف في الغرب، هو مش مثل، معناتها على الأقل كما نقول 1000 مرة، يعني
خير من الدول متاعنا، فما كل الحريات. يعني صحيح مش الكمال، احنا كان باش نبداو نطوروا بلداننا ونطوروا مجتمعاتنا، لازمنا نبداو من فين نتوقف الغرب ونأتي بما هو أفضل من الغرب، وهذا ممكن سواء لأنفسنا أو المجتمعاتنا أو العائلاتنا أو العباد اللي دايرين بينا. راي ما فماش حاجة مستحيلة. لهذا أنا أقول دائما كن ذاتك. مش مشكل تغلط، ما فما حتى مشكل تغلط، على خاطر كي تغلط تتعلم وتطور روحك. لازمنا نحيو فكرة اللي موجودة في المجتمعات متاعنا، هذه فكرة انك تتهم الاخر وتقاطعه. مثلا واحدة تلبس القصير، ولا في مجتمعات اخرى واحدة ما تلبس الحجاب، يعني تلقى اليها التهم وكل المجتمع يتهمها بكل الاوصاف، رغم اللي هي بريئة مما اتهمت به. وتلقى واحدة منقبة مش لابسة حجاب، منقبة وتعمل العجب. إذن هوني، هل الأديان هو هل الإسلام جاء لكي يطور المجتمع؟ هل الإسلام جاء لكي يسمو بالإنسان؟ هل الإسلام جاء لكي يبني الأخلاق ويكون معناتها فما أخلاق في المجتمع؟ لا. شوفوا، امشوا شوفوا ودوروا من الشرق للغرب في الدول الإسلامية، شنو تلقاو؟ تلقاو الرعب والخوف والنفاق. هذوما الصفات، الخوف والنفاق، صفتين هذوم الشيئين، هذوم يعني الطبيعتين موجودين في المجتمعات الإسلامية. وأقول ليس خوف من الله، بل خوف من الإنسان الآخر، لأن المسلم يعرف اللي إلهه يمكن يغفر له. ونجيب توا احنا نحكي واحنا كلادينيين، يقول لك عندك الحق تكون لاديني، لكن ما عندكش الحق تقول انك لاديني، ما عندكش الحق تقول انك ما عادش مسلم، والا يجب ان تعاقب، سواء من طرف المجتمع سواء من طرف القانون، والعقوبه يمكن تصل الى الاعدام. شو معناها هذا؟ يعني ان الاسلام يشجع على النفاق، يعني نافق. كون انت ملحد، كون اللي تحب عليه انت، ولكن ما تقولش اللي انت ملحد، قول انت مسلم. يعني تحت غطاء الاسلام في الحقيقة. هذاك علاش هما ياسر عبيد ما يخرجوش من الاسلام وما يقولوش انهم مش مسلمين. علاش؟ لسببين. فما بعضهم اللي هما صادقين كما اللادينيين، معناتها الفعليين الواعين بإلحادهم ولا بربوبيتهم ولا بلا أدريتهم، واعين باللادينية متاعهم، ولكن يخافوا من المجتمع لأن المجتمع قاسي عليهم، ولأن المجتمع قاهرهم. يخاف من العائلة، يخاف من الحومة، يخاف من البلاد، يخاف من القانون اللي يمكن يعاقبه. هذوما نوع نفهموهم. النوع الثاني لا، ما هوش واعي اللي هو لا ديني، وهذوما اللي نسميهم مسلمين عاديين، كما نقولوا احنا بالتونسي يخدع بربي بالسبحة، يعني يسمح الروح وبش يعمل كل شيء في الخفاء. ما يصومش ويقول لك مسلم، ما يصليش ويقول لك مسلم، يكذب ويقول لك مسلم، يسرق ويقول لك مسلم. فهمت؟ مش مشكل، المهم يفهموش بيا هاني مسلم. يعني عبارة على كلمة مسلم يستعملوها كشماعة لكي يفعل ما يريد، حتى الاختصار تبقى يقول مسلم
ويتظاهر بمظهر اسلامي ويعمل اللحيه ويعمل كل شيء، فهمت؟ غير باش يتحيل سوى في التجاره او السرقه، في معناتها عنده تجاره يسرق فيها، يسرق العباد، فهمت؟ ولا مرأة تلبس حجاب ولا غيرها، فهمت؟ باش تعمل اللي تحب عليه هي باسم الدين. يعني يستخدموا الدين من اجل ارتكاب جميع الجرائم على جميع انواعها وتصل حتى للقتل. يا اخي شنو هو واحد يجي يتهم الاخر كافر ويقتل هكاك؟ لا، انت تتخايب معناتها غيرة على دين الله؟ لا، تلقى عنده ثغنة معاه ومشكلة معاه. ولا واحد يجي يسرق الاخر، هو لازم في عقليته يتهمه بحاجة باش يسرقه، والا يقول انا نسرق على خاطر الفلوس هذيك باش نتصدق بها، ولا الفلوس هذيك باش نستعملها لفعل الخير. هذه حقيقة موجودة، حقيقة موجودة في المجتمعات نتاعنا مع الأسف. الدين والإسلام، سواء مش الإسلام برك، حتى المسيحية نفس الشيء، تستعمل باش تخبيك الحقد نتاعو. تلقاهم المتدينين طبيعة فيهم، تلقى حقود مغيار، معناتها صفات، أبشع أنواع الصفات. وانا مانيش اعمم، اما بصفه عامه، بصفه عامه، على خاطر فما ناس بالحق عندهم يعني على نياتهم، اما نتكلم بصفه عامه. علاش؟ على خاطر الاديان مبنيه على الخوف، وكما قلت الخوف من الناس اكثر من الخوف من الله. لهذا انا هنا نقول معناتها ونكرر معناتها وقولي كنصيحه لي قبل كل شيء، نصيحة لي قبل كل شيء، لازمنا نكونوا صادقين. عاد ما نكونوا صادقين، راهي مهما كان، مهما كان، نكونوا على الأقل راضين مع أنفسنا، على خاطر هذا النفاق اللي غرسوا فينا الإسلام هو اللي جعلنا ما نتقدموش، هو اللي جعلنا الشعوب تكرهنا، هو اللي جعلنا الشعوب ما تثقش فينا، هو اللي جعلنا وقت نمشيو لبلاصة ولا نسافروا العباد تغزر لنا غزرة خايبة. علاش؟ على خاطر تعرفنا بالنفاق والكذب وكل الصفات السيئة. هدايا من بقايا الإسلام اللي غرسها فينا. فين الأخلاق اللي جا فيها الإسلام؟ كيفاش تجيو تقولوا إن محمد جاء لكي يتمم مكارم الأخلاق، وهو في تصرفاته وفي حياته اليومية ليس هناك أي أخلاق؟ لا أتكلم على الجنس فقط، حتى في تعامله مع الآخر. شنو هي الأخلاق يا أخي؟ شنو هي الأخلاق؟ الأخلاق هل كلام يقال أم تصرف؟ وتقول إنسان متخلق، شنو معناها؟ يعني إنسان يحترمك، يحترم فكرك، يعطيك الحرية، يكون عادل، هذه هي، هذا كله يدخل في الأخلاق. بينما محمد فعل هذاك الشيء؟ لا، ما فعلش هذاك الشيء، لأن منع الحريات وشجع على النفاق واستعمل القوة والترهيب والترغيب. لهذا أعيد وأكرر، لو كان هناك إله بالفعل، إله حقيقي، فلا تخاف لا هنا في هذه الدنيا ولا بعد الموت، لأنك ما دام كنت صادق مع نفسك وواضح مع نفسك ما عندك علاش تخاف. وقتاش تخاف؟ وقت تكون منافق، وقت تكذب على روحك، وقت تكذب على الاخرين، هذا وقت الخوف. هذاك علاش تلقاهم المتدينين اكثر الناس خوفا. انا نشوف عبيد يعني متدينين بطريقه غريبه، وقت يكبروا في العمر ويوصل قريب شي يموتوا تلقاهم يرعشوا. علاش يرعشوا؟ علاش؟ علاش انا الملحد اللي ما نمنش بحد شيء ما
ما نخافش من الموت. علاش؟ على خاطر نعرف روحي اللي انا صادق مع نفسي، اللي نقول فيه الظاهر متاعي هو الباطن متاعي. اذا ما فما حتى داعي لا باش نخاف لا من اله لا من بشر لا من حتى واحد. هذه هي معناتها الفكره اللي حبيت نوصلها. لا خوف لا نفاق، لا خوف لا نفاق. ابدا هذه حاجه مع نفسك وتصرف بالمثل. انت كيما ما تحبش العباد يتصرفوا معك بهذيك الطريقه انت ما تتصرفش بهذيك الطريقه. كيما ما تحبش يسرقوك انت ما تسرقش. كيما ما تحبش يكذبوا عليك انت ما تكذبش. انت العباد تحبهم يضحكوا لك في وجهك اضحك لهم في وجهك، ضحك صادق مش ضحك نفاق. هذه معناتها حاجه مهمه. والحاجه الثانيه تصرف مش كأن إله يغزر لك كما تقول الأديان، خاطر هما يؤمنوا أن إله يغزر لك وملائكة على اليمين وملائكة على اليسار والدنيا حاربينها، ورغم ذاك الكل يعملوا العجب بالأزرق وما يخافوا كم البشر. أنا أقول لك لا، تصرف أيها اللاديني كأنها كاميرات تبع فيك. شفت كده في دارك ولا تبدأ في الشارع، تصرف نفس التصرف، ما عندك علاش تخاف. كن واضح وصريح حتى في تعاملك، ما تخدع حد، ما تكذب على حد، ولو حتى ان نعرف ان هذا الشيء صعيب في دولنا، ولكن نتصور تكون راضي على نفسك ومطمئن على روحك انك انسان واعي ومتطور، وانك الف مره خير من هذوما اللي يسميوا رواحهم مسلمين. نظن الفكره واضحه ومع فيديو قادم. وبالسلامه.